الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما مقدمة إلى التسويق Introduction to Marketing، أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. لابد في البداية من لفت الانتباه إلى حقيقة تغيب عن ذهن الكثير من الطلبة المهتمين. ما هي الحقيقة هي؟ وهي أن الكثير يخلطون بين التسويق ماركتينج باعتباره علما ومبادئ، والبيع من جهة أخرى باعتباره عملية تتحقق في الواقع نتيجة لحاجة البائع والمشتري للسلعة تحت الدراسة. طبعا البيع يتبع أشياء أخرى، وبالتالي هناك فرق كبير بين ماركتينج التسويق كعلم ومبادئ وفلسفة، والبيع كعملية تبادلية. حقيقة الآن بأن هناك فرق، التسويق لا يساوي البيع ولا يساوي الدعاية والإعلان. هنا أؤكد بأن التسويق لا يساوي البيع ولا يساوي الدعاية والإعلان، أرجو الانتباه لذلك. التسويق باعتباره علما ومهارات ومبادئ يشمل أنشطة عددة، مثل يعني هذا الدعاية والإعلان advertising، هذا جزء لا يتجزأ من التسويق. التوزيع distribution، الآن عندي هنا ننفق على الدعاية والإعلان حتى نبين لزبائن السلعة أو المنتج الذي نتحدث عنه، كيف يعني يصل معلومات عن هذه عن هذا المنتج إلى الزبائن المحتملين. الآن كيف تصل، يعني ليس فقط الفكرة عن الدعاية، يعني عفوا المنتج، كيف يصل فكرة عن المنتج إلى الزبائن. الآن كيف يصل بواسطة وسائل التوزيع distribution، مهمة جدا هاي. كمان يشمل التسويق علاقات عامة public relation بين المنشأة التي تنتج وبين الآن الموزعين والبائعين وشبكة العلاقات المختلفة هنا. وتشمل كذلك تسعير المنتج، إذا كيف نسعر المنتج، ما هو السعر المناسب للمنتج، وهنا ترويج المنتج، الوسائل التي نروج بواسطتها المنتج promotion، وهنا توظيف وسائل التواصل الاجتماعي واحد بالسوشيال ميديا مثلا. إذا التسويق باعتباره علما ومهارات ومبادئ يشمل أنشطة متعددة مثل الدعاية والإعلان، التوزيع، علاقات عامة، تسعير المنتج، ترويج المنتج، توظيف وسائل التواصل الاجتماعي هنا advertising, distribution, public relation, pricing, promotion, social media، وهناك طبعا أنشطة أخرى. مع الآن التأكيد على أن المنتج قد يكون بضاعة أو خدمة، شيء ملموس physical نسميه احنا، أو service غير ملموس. هنا الآن مهم جدا أن نذكر بأن التسويق هو مجموعة المبادئ الفلسفة التي تركز على إشباع رغبة المستهلك بشكل أو بآخر. نتابع. تقول بعض التقديرات بأن كلفة نشاط التسويق للمنتجات المتعلقة بالأطفال وصغار السن فقط تجاوزت 17 أو 17 مليار دولار أمريكي للعام 2016. ينظر علماء النفس الاجتماعي إلى التسويق باعتباره عملية تراكمية cumulative، هاي مهمة جدا. التسويق عبارة عن عملية تراكمية تشمل وسائل وأهداف معينة، منها الآن التواصل مع الآخرين communication with others مهمة جدا، هنا خلق القيمة المشتري creating value for the buyer، وأنا عندي تقديم المنتج بالوقت المناسب والمكان الملائم والنوعية المطلوبة، مهم جدا أحبتي. من أجل نشاط تسويقي ناجح من عدد الشركات أن تراعي مصالح موظفيها، أوكي، المستفيدين من وجود السلعة، المجتمع، ثلاثة الموظفين المستفيدين اللي هو ستيك هولدرز بنسميهم، طبعا المستفيدين ليس فقط الزبائن، ربما شبكة النقل، في عندي الموردي المواد الخام وما شابه. فالموظفين مهمين جدا بالنسبة لعملية التسويق، المستفيدين من وجود السلعة، كل من يستفيد من وجودها سواء مورد المواد الخام أو الناقل أو البائع المفرد أو بالجملة وهكذا، ثم المجتمع بشكل عام. هنا الآن قد يكون المجتمع من أهم ما توليه الشركات
الاهتمام والرعاية. نتابع بناء على كل ذلك، فإن التسويق هو نشاط يشمل مجموعة من المؤسسات والعمليات الهادفة إلى التواصل وخلق قيمة للمستهلك وتقديمها له وتعميم الاستفادة من المنتج لتشمل الزبائن والمستفيدين والمجتمع بشكل عام. نتابع تتكون عملية التسويق من 4 عناصر أساسية، وهي ما يطلق عليه علماء التسويق الأمريكيين the 4 P's. هنا PPP لهنا 4 P's. أول واحدة المنتج المراد تسويقه the product، مهم جدا. ثانيا النطاق المكاني للحملة التسويقية place، أين. الثالث هو ترويج المنتج promotion، وأخيرا تسعير المنتج أي تحديث سعره price أو pricing. هذه الآن بتكون ضمن خطة متماسكة من قبل الشركة المعنية بالأمر. المنتج مراد تسويقه الآن هو بضاعة أو خدمة كما ذكرنا. هنا الآن نطاق المكاني، أين سيحدث ذلك، أين سيتم تسويق وبيع والعمليات هذه المتعلقة بالبيع والترويج وما شابه. ترويج الآن، ما هي الوسائل، الوسائط أو الوسائل، كيف تحقق الشركة هدفها اللي هي وسائل الترويج ووسائطها. وأخيرا تسعير المنتج، السعر المناسب للمنتج. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا، أكون قد قدمت لكم الفائدة لكم أحبتي، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.